طبعا اذا اتكلمت مع ابنائي كان انا في البنج عندي في الجامعه في الكليه، فاكلم كلام بحكم الاستاذ والاب والخبره. قبل كل شيء اذا كنت هشرف ان انا احاضر ليكم علم الضرائب او الاقتصاد بصفه عامه، الا انني اليوم تخيرت ان ابدا معكم في الحديث عن اخلاقيات مهنه المحاماه. كاي مهنه فهي فعلا من اجل واعظم المهن، ولذا ابدا بقول الحكيم: ومن تجرد عن دين وعن خلق فليس يرفعه علم ولا ادب. فالعلم والدين والاخلاق ان جمعت لامه بلغوا في المجد ما طلبوا. اذا اي مهنه بتحكمها الاخلاق. اذا كان راس مال المحامي سمعته اخلاقه، وانتم المفترض انكم تعرفون حقيقه انفسكم انكم احد جناحي العداله وفقا للدستور، شريك السلطه القضائيه. يعني انت قضاء واقف، هو قضاء جالس، فانت شريك للسلطه القضائيه. فهل رايت قاضي مهمل في نفسه بيهزر في الشارع بيتكلم كلام غير مسؤول؟ طب ليه؟ القاضي يتعلم منك. وهبين لكم عبر التاريخ من كان يعلم القضاة هم المحامين. رئيس محكمة النقد كان أحد المحامين، عبد العزيز باشا فهمي. فلماذا نتهاون في حق أنفسنا؟ أنا قبل مشروع ما أتكلم في أخلاقيات المهنة بصفة عامة ورتب ليكم أنت المطلوب منك إيه وإيه 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 التزاماتك، نقول نحن كمجتمع بتحكمنا قيم، بتحكمنا أخلاق، بتحكمنا أعراف. وبسفري خارج مصر لدول كتيرة في أوروبا وفي آسيا شفت إيه مهنة المحاماة هناك، من أعظم وأجل المهن. رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية بدءا من كلينتون وأوباما محامين. أما رحت روسيا ودول آسيا الوسطى لقيت هناك المحامين شيء تاني آخر: اعتزاز بالنفس، اهتمام بالمظهر، الوجاهة كما ترون، رمز قدامكم مش حقيقة. طب ده هو رئيس دولة؟ لا معلش، انت اكون رئيس انا مسلم اكون رئيس. اذا مجموعة من القواعد، مجموعة من القواعد بتحكم علاقة المحامي مع من؟ مع موكلي، مع زملائه، مع الجهات التي يتعامل معها. والمحامي بيتعامل مع مين؟ مع موكل، مع زميل، مع جهة. أدي علاقتك. وهنا هقفز واتكلم مع الجهة. أما عن الموكل والزميل أرجع الحديث فيها. لكي أعمل إسقاط على جهة بعينها واتكلم. وبهذا أقول إيه؟ أكثر الجهات اللي أنتوا بتتعاملوا معاها إيه؟ المحاكم، المؤسسات، الدولة، الضرائب، صح ولا غلط؟ وانتوا لسه طبعا معفين من الضرائب، لكن اعرفكم بعد زي كده ازاي تتعاملوا معاهم
ازاي اساتذه يا كبار ما نمشيش ورا الميديا الاعلاميه ونردد كالبغبغاوات عن امور لا نفهم فيها، واعمل اسقاط على موضوع الفاتوره الالكترونيه. الفاتوره الالكترونيه وبيحضرني معانا النقيب الامين العام، هو حاضر وشايف، وما تبذله النقابه في هذا الموضوع سيعود عليكم جميعا بالنفع. لكن يحزنني ان استاذ محامي مش فاهم حاجه ويهلفط في الكلام. طب دي اخلاقيات مهنه؟ هتعامل مع مامور ضريبه ازاي وانت مش فاهم؟ اذا دي جهه. فهنا التزاماتك ايها المحامي عندما تتعامل مع الموكل، مع زميلك، مع الجهه. قلت هقفز واتكلم عن الجهه. المحامي ربنا حباه بانه صاحب علم انساني يجمع بين ايه؟ الاقتصاد، السياسه، الشريعه، التاريخ، الفلسفه، بتدرس كل العلوم. حتى في سنه اولى كليه بندرس لكم نظم سياسيه، بندرس لكم نظم دستوريه، بندرس لكم اقتصاد سياسي، بندرس لكم اقتصاد عام، ثم العلوم الاخرى، بندرس لكم شريعه ممثله في الفقه واصوله. ليه؟ حتى تكون على معرفه تامه، فيخرج منكم المحامي الاجيب والقاضي والمسؤول. حطناك بهذه العلوم حتى تتميز عن غيرك من العلوم الانسانيه والعلوم التجريبيه. فانت تتميز عن الطبيب والمهندس والصيدلي وخلافه، وتتميز عن العلم الانساني الاخر، اي علم اخر، بتاع خريج تجاره او خريج اداب او خريج، لا. فانتم الصفوه. فعندما تتعامل تذهب الى جهه، اولا تكون معتز بنفسك، انت قضاء واقف، لا رقيب عليك سوى ضميرك، لا رقيب عليك سوى رقبتك الذاتيه لنفسك، انت رقيب نفسك، لا تخاف من احد. وده اللي معناه استقلاليه المحامي، لا ترقى لاحد. فانت اللي فاهم وانت اللي مدرك، لا تقزم من نفسك امام اي كائن كان، مسؤول كبير او صغير، طالما تحليت بالخلق الرفيع والثقه بالنفس. اوعى تهتز منذ صغرك وانت تخاطب اي احد، اي مسؤول في اي جهه. اعتز وقول انا محامي، انا النهارده ادخل اي مكان وانا عميد كليه وانا رئيس قسم وانا استاذ بروف من كام سنه، اقول انا محامي. الان لسه جاي من عند رئيس مصلحه الضرائب، ها، اعطيته كارنيه المحاماه. ومش كاتب بقى العميد ولا الاستاذ، لا لا لا، كارنيه المحاماه. اسمه محامي، فاشعر بذلك. فانتم هنا عندما تتعاملون مع الجهات تحلى بما يلي: المظهر الجيد. المظهر الجيد ده علامتك، اهتمام، علامة اهتمام بشخصيتك ولا لا؟ شخصيتك ايه؟ انسان مهمل في نفسك؟ ها؟ امال هتخاطب الاخرين ازاي؟ زي الانسان اللي بيهلفط في الكلام، الناس هتسمع له ازاي؟ كذلك اللي هندمه مش كويس. لا، اعتز بنفسك كمحامي، كرجل قضاء واقف. عندما تتعامل مع الجهة، تعامل معها بأخلاقك أنت، لا بأخلاقه هو. فأنت بتسأل لكلفة المؤسسات، بتجد المؤسسات منهم الصالح والطالح، لكن هتعامل الناس بأخلاقهم ولا بأخلاقك؟ بأخلاقك أنت، باللي تربيت عليه أنت، بمعدنك أنت، اللي بتفرض عليك. التكلم بأناة، الدخول في الموضوع، اللين في وقت اللين، لا تتعصب، يكون عندك ثبات انفعالي، لأنك بتعامل أشخاص، معلش مع احترامي، أبو دبلوم وتلقاه ماسك موقع، الغير بتاع آداب وتلقاه ماسك رئيس مصلحة ومش عارف،
فهتعامل مع عقول ومشارب مختلفة. فأنت المميز، أنت المميز، تتعامل بثقة تامة، ثقة تامة فضلا عن مظهرك طبعا، يكون عندك ثبات انفعالي، لو حد أخطأ فيك ما تردش رد فعل يدلل على أنك إنسان مهزوز، تجاهل كأنك لم تسمع. المهم تحقق هدفك، تحقق هدفك وانت في قمة الشموخ. نرجع بقى للمحاماة، التزاماتك تجاه مين؟ تجاه موكلك، التزاماتك تجاه، قلنا موكلك ثم زملائك ثم المجتمع أو الهيئات. طيب، التزامات المحامي تجاه موكله، عندما قرروا موضوع الفاتورة الإلكترونية، اسمعوا معايا ركزوا كويس، فأنا قلت حاجة، تخيلوا مجتمع كله كذاب، كله بيكذب على بعضه، كيف سيكون الحال؟ ده سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكون المؤمن منافق؟ ممكن. جبان؟ كذاب؟ لا، إلا الكذب. فما بتكلم مع الوزير يعني المسؤول في الجهة ما، بقول له أنتوا بهذا الشكل أنتوا بتكرسوا ثقافة الكذب. إزاي؟ الموكل هيجي لي وأنا وكيله، هيتفق مع الأتعاب، من مصلحته يرفعها ولا يخفضها؟ كويس؟ وأنا كموكل من مصلحتي أظهر إن الأتعاب عالية ولا منخفضة؟ ها؟ لا، ما عالية هدفع ضريبة عالية، عالية ده هيدفع ضريبة عالية. أبقى هنا الموكل هيأتي يتفق مع مين؟ مع المحامي. أبو 1000 جنيه خليه بـ100 جنيه. الإجراء في حد ذاته والوسيلة في حد ذاتها كذب ولا مش كذب؟ جميل. المحامي بدوره هيضطر إن هو إيه؟ يكذب. ما هي على أجل إنه يحفظ الوكيل، الموكل هيقول إن هي بكام؟ بـ100 جنيه. أبقى ده كذب وده كذب. تخيل كم محامي بهذا الشكل، كم موكل بهذا الشكل. إذا تفشت ظاهرة المجتمع، تفشت الظاهرة الكذب في المجتمع، من المسؤول؟ وبناء عليه أم كنت كتبت، قلت لا، بهذا الشكل بتتفشى ظاهرة الكذب في المجتمع. وإذا كان مجتمع كله كذاب عليه السلام، وكان من ضمن الأمور التي استندنا إليها في رفض موضوع الفاتورة الإلكترونية اللي أنا أتكلم معكم فيها بالتفصيل وأقول لكم إيه اللي هيحصل وإن شاء الله كله خير ليكم. إذن هنا أول حاجة في علاقة المحامي بموكله الصدق، الصدق. يا سلام، المحامي ليس تاجر، لا، ده صاحب رسالة، صاحب رسالة، مش صاحب مهنة فقط، لا. فصاحب الرسالة يكون صادق مع نفسه، صادق مع ربه. إذا كان صادق مع نفسه هيكون صادق مع المجتمع. إذا أول شيء بينك وبين الموكل إن الموكل يعرف أنك رجل حازم صادق. المادة لا تحكمك ولا تحركك، فإذا المادة حكمتك وحركتك لا خير فيك، سمعتك هي رأس مالك. فما بالك إذا كنت ده اللي بيضعف شخصية المحامي في الشارع، إنه بيجلس في أماكن لا يجلس فيها، يقابل موكله على قافي، يقابل موكله يقول له قابلني في مكان، لا، تعتز بنفسك. هل شفت قاضي بيخلص قضيته في النادي ولا على قفي ولا في الشارع؟ لا، انت ليه حاسس ان انت اقل منه؟ انت ارفع منه،
انت بتحاض. هو موظف دولة، موظف دولة، لكن لا، انت ممثل عن الشعب كله. فاذا هنا علاقتك بموكلك مبنية على الصدق، حفاظا على شرفك وسمعتك، تكون صادق معاه، تكون امين معاه، الامانة، فلا يؤتمن الخائن. حكمة ماشية من زمان، إذا أنت خنت مرة هتخون على طول، ومن يخون يهان. أبقى هنا الحفاظ في علاقتك مع موكلك أنك تكون صادق مؤتمن، صادق مؤتمن. المحامي لا يعيش بمعزل عن المجتمع، أنتم المجتمع، أنتم المجتمع، أنتم اللي فاهمين فيه، أنتم رجال القانون والاقتصاد والشريعة. فسلوكياتك في مكتبك لا تنفصل عن سلوكياتك في الشارع، حافظ على قيمتك، حافظ على هيبتك، لا تتلفظ بألفاظ نابية سواء في مع موكلك أو سواء في الشارع، لا تختلط بالسفهاء، اجلس في مكان أثر فيه ولا تتأثر به. أنتم في مكاتبكم كإمام المسجد يعلم الناس الفضيلة، في الشارع كالمعلم بيعلم الناس الاستقامة. إذن هنا شخصية داخل مكتبك لا تختلف عن شخصيتك خارج مكتبك، وإلا يكون عندك انفصام، كنتش إنسان مهزار. لا، أن للمجتمع حق عليك أن يرى ممثله أو موكله، يراه في أحسن مكان، يراه رفيعا في كل شيء. أيضا أما كل أنت محامي ولك عقلاقة موكلك، أنت مستقل، تقبل القضية أو لا تقبلها، أخلاقك ومبادئك اللي هتحكمك، أنت بتترافع في كل القضايا، لأن ربنا سبحانه وتعالى حباك، أفصح لسانا أكثر وجاهة من موكلك، فأنت محامي. فمعنى كونك مستقل يعني أهلا أحد يفرض عليك شيء، افعل كذا أو لا تفعل كذا، وهنا تختلف عن الموظف العام. فالموظف العام مقيد بتعليمات وقرارات ونشرات ودوريات، سواء كان وكيل نيابة أو قاضي أو موظف عام بصفة عامة. أما أنت لا، أنت مستقل، فلا تتلقى تعليمات من أحد، تلتزم بقانون المحاماة. اللي أنا لو سألت دلوقتي وقلت لكم أنتوا عارفين قانون المحاماة رقم كم؟ ده بينص على نص في بداية القانون نفسه في المادة، أعتقد عشان نعرف كيف أمانتك النقابة وكيف أمانتك الدولة وحافظت عليك، بس أنت اللي بتهين نفسك. وما تقرأ قانون المحاماة تتوثقوا أن كان لكم نقابة بتحافظ عليكم، هتعرفوا كيف تتعامل الدولة ممثلة في رجال الشرطة في القضاء مع السيد المحامي. اقرأوا القانون، هو القانون 17-83 وتعديلاته، 17-83 وتعديلاته. طيب أما جا هنا أقول علشان النقابة بتحافظ عليك وتحافظ على مظهرك وعدم اهتزازك أمام جهات أخرى أو مؤسسات أخرى، في نص المادة 51 فقرة 1 من قانون المحاماة بيقول لك إيه؟ لا يجوز التحقيق مع محامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق وبعد استئذان النقيب.
ده يؤمنك الا في حاله التلبس. ادي الحصانه العينيه اللي عاملها لك، لا يجوز التفتيش معاك او دخول مكتبك او التحقيق معاك الا بعد اذن وبحضور النقيب او من يفوضه، نقيب العام او من يفوضه النقيب العام. ده حفاظا عليك، حفاظا على هيبتك وسمعتك، امانتك مع المحامي. وده اللي بيعيب كثير من المحامين، انا لسه بتكلم عن علاقتك بموكلك، انك كنت امين معاه. سر الدعوه، الدعوه وصلت فين؟ راحت فين؟ توقفه على كل اجراء فيها، لا تكذب عليه. ما تكونش الماده زي ما قلت لك تحكمك وتحركك، لا، هتسقط هيبتك، هيكون عمرك قصير. اخر حاجه فكر فيها الماده، كرامتك ولا الماده؟ واللي يهين الانسان، طب ما النهارده الحرفي والصنايعي معاه فلوس، انت كطبيب كمحامي كراجل مهني اللي تحكمك ايه؟ اخلاقك. انت بترسخ ثقافه في المجتمع، تحركاتكم وكلامكم يا ابنائي ويا زملائي ويا اخواتي بتاثر في اولادكم. وكما تدين الجدان، اي تصرف منك بيتاثر بيه ابنك. انت راجل قانون، ابنك هتشرب منك، اخوك هتشرب منك، انت المؤثر في المجتمع. اذا هنا الامانه تفرض عليك في علاقتك بموكلك انك تحيط علما بكل اجراء من اجراءات سير الدعوه. صادق معاه، تقول له احنا كذا وصلنا لكذا، ولك الحق في انك تتنازل عن الدعوه وتنسحب، لك الحق، بس لا تجعل الموكل يلجأ الى الغاء التوكيل ويقعد شهر بيك. لا تختلط، لا تهزر مع موكل، ولا تستقبله في بيتك، ولا تتكلم معاه كلام مرسل. قال المريض الذي يذهب الى الطبيب يكشف عليه وبعد كده يمشي، ليه انتوا بتهينوا نفسكم؟ ايوه عامل الناس باخلاقك، لكن لا تصاحب كل فئات المجتمع. مش ملزم انت تقف مع السمكري تهزر، مع القهوجي تهزر، في الشارع تهزر، لا. حافظ على كيانك وحافظ على المهنه وحافظ على اسم المهنه. منكم كان رؤساء وزراء ووزراء ومسؤولين بيسيروا الدول، ليه بنستهين بنفسنا؟ ليه بتقللوا من قدركم امام الناس؟ المحامي يلتزم بقانون المحاماة، يلتزم بتعليمات النقابة. النقيب ومجلس النقابة وجدا ليحمي المحامين من ايه؟ من اعتداء عليهم ماديا او نفسيا. ده دور النقابة، بتؤدي خدماتها للسادة المحامين وبدون مقابل، بدون اجر، عمل تطوعي. إذن هنا علاقتك بجهة عملك التزامات دائمة بقى، قائمة على إيه؟ قائمة على احترام النقابة، احترام مجلس النقابة، لأنه هو اللي بيحميك، هو الأكبر ممثل ليك. لا تساير، لك حق النقد، لكن أنقد نقد بناء، لا تنقد نقد هدام. فالنقابة هي الوعاء اللي بيجمعكم جميعا. أنتوا الآن جالسين فين؟ مش في النقابة؟ ده الوعاء اللي بيجمعكم. طب الوعاء ده لو مش موجود هتروحوا فين؟ مين هيستقبلكم؟ مين هيستضيفكم؟ فالوعاء هذا كالوطن فقط، كالوطن بالضبط. إن لم يكن لك وطن هتصلي فين؟ هتدرس فين؟ هتتعلم فين؟ كذلك وطنك نقابتك، وعائك اللي بيحميك المسؤول عنك. عليك أن تراعي وبصرامة وبقوة وتتابع القوانين اللي بتصدر، التعديلات، اللوائح. النهاردة للأسف كثير من المحامين بيخلط بين التشريع الفرعي والتشريع العادي،
لا عارف التشريع الأساسي إيه، ولا عارف اللائحة بتقول إيه، ولا عارف يفرق. أقول له تعالى اعمل لي لائحة داخلية لهذه المؤسسة، ما يعرفش. تعالى اعمل لي لائحة، شارك معايا في إعداد لائحة لهذا القانون. يا شباب قلب به قانون، اتعلموا، نحن في هرم. يأتي على كلمته الدستور، ثم التشريع العادي، ثم التشريع الفرعي، وينبثق من التشريع الفرعي القرار الإداري اللي احنا بنحاكمه أمام القضاء. إذا أردت أن أحاكم قانون أحاكمه فين؟ دستورية العليا. إذا أردت أن أحاكم قانون أطعم على عدم دستورية قانون أمام محكمة دستورية العليا. طب إذا أردت أن أحاكم قرار مجلس الدولة، مجلس الدولة بكل درجاته، قضاء الإداري كله، أبدي قلب. طب يمكن أحاكم تعليمات؟ يمكن أن أحاكم نشرة أو دوريات؟ كل ده تعرفوه فيما بعد. فدي هنزن هنا، أنت كمحامي ينبغي أن تكون ملما بالقوانين واللوائح وإجراءاتها، ده شغلتك صنعتك كطبيب مش فاهم تخصصه. هتشخص أنت المرض إزاي؟ وهتعطي العلاج إزاي؟ هذه التزامات دائمة، أنت كمحامي ينبغي أن تكون ملتزما بها، وأنت لا تعيش منفصلا عن الواقع الذي تعيشه. لا، أنت تتأثر، أنت كائن اجتماعي بتتأثر بما يحدث في المجتمع، تكون ملم بالأحداث، وتنظر دايما نظرة إيجابية. ما تكونش إنسان نرجسي، أو أنت إنسان نرجسية، أنت الضحية دائما وهو الضحية دائما، الغير هو المسؤول عني. لا، دايما تنظر الإيجابيات وتعظموها، والسلبيات وتعالجوها. فكما أقرر دائما سواء في محاضراتي أو لقاءاتي، أن الأمن النفسي مقدم على الأمن المادي. الأمن النفسي مقدم على الأمن المادي، وهذا ما أظهرته لنا الشرائع السماوية. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الأمن النفسي مقدم على الأمن المادي. النهاردة احنا جالسين مع بعضه، بناكل ولا بنشرب؟ بس أمنين نفسيين ولا لا؟ تخيلوا العكس، هتعرف تقعدوا كده؟ لو جبت لك بط وغزال حتى تعرف تاكل؟ مش تاكل. إذن هنا أنت كمحامي لابد وأن تكون قارئ جيد لأوضاع المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لأنك أنتم زي ما قلت لكم التاريخ بيقول أنتم المسؤولون، أنتم رجال السياسة والاقتصاد والقانون. قبل الكليات دي ما تطلع كان القانون مدرسة القانون هي اللي بتخرج العظماء، مدرسة العظماء. فاعتزوا بنفسكم. إذن هناك التزامات للمحامي، التزام تجاه موكله وعرفناه، شرفك وسمعتك رأس مالك، شرفك وسمعتك رأس مالك يا بنتك، اوعى تخون، اوعى تطمع، اوعى تكذب. اتنين، التزامات المحامي مع زملائه، طبعا قائمة على الاحترام، قائمة على الترفع عن سفاسف الأمور، احترام، احترموا بعض، حبوا بعض، انتم أعضاء مهنة واحدة. التزاماتك تجاه المؤسسات، تعامل بأخلاقك أنت، هتواجهك صعوبات وهتواجهك انتكاسات، وكل ما تدخل مؤسسة هتشوف، لكن اوعى تهتز، اوعى تتهاون في حق نفسك، كن عندك ثبات انفعالي في التعامل مع الغير. إذن دي التزامات دائمة. وأهم التزام يلتزم به المحامي اطلاعك على كل ما هو جديد من قوانين، من لوائح،
من قرارات وأن تكون قارئا جيدا لأوضاع المجتمع. لا تتكلم في شيء إلا إذا كنت واثقا منه، لا تسمع لأحد إلا إذا سمعت أنت. فكما يقول أبو قتادة: لا تري عينيك ما لم ترى، ولا تسمع أذنيك ما لم تسمع، ولا تقول رأيت ولم ترى، أو سمعت ولم تسمع. علم نفسك كما سئل عن الشهادة، قال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فشهد. الأمانة، أمانة القول، مش واحد يقول لك تروح تقرر، لا، لا تسمع أذنيك ما لم تسمع بنفسك، ولا تري عينيك ما لم ترى بنفسك، ولا تقول رأيت ولم ترى، أو سمعت ولم ترى. دي أداب، دي أداب القضاء الواقف. لا تقضي لأحد الخصمين، كما يقول سيدنا علي بن أبي طالب: لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر، فإنك إذا سمعت كلام الآخر علمت كيف تقضي. بيعلمنا أداب القضاء الواقف والجالس، أداب القضاء والواقف والجالس. أيوة، نتعلم، نتعلم أمانة القول. وإن مش العبرة إن أكسب كل القضايا أو أصر على أن أكسب كل القضايا، لا، اكسبوا قلوب الناس. مواقفكم اللي بتفرض عليكم احترامكم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، يعني قوي الحجة، قوي الحجة، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، إنما قضعت له قطعة من النار. أنا مش عاوز أطيل عليكم، حتى أترك الأمر للأخ والزميل معالي الدكتور يتكلم معاكم في مجال التخصص، لكن شرعنا أو بدأنا بأخلاقيات المهنة. أخلاق المهنة إذا تجردت من الأخلاق فلا خير فيها. لا خير في طبيب عديم الأخلاق، لا خير في محامي عديم الأخلاق. ده أساسك. خطابنا الشرعي اقرأه في كل الأديان، في كل الشرائع، الخطاب الخلق، وأصدقها وأقربها خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقك هي رأس مالك، اوعى تهتز. طبعا إن شاء الله في اللقاءات القادمة هنستكمل وهتكلم معاكم سواء في القضاء الإداري أو وهدخل فيه الضرائب إن شاء الله، وأعرفكم إزاي تمارسوا قضايا الضرائب اللي هي الشغل المحامين الفعلي بقى اللي عاوزين ممكن تشتغلوا فيه بكثرة إن شاء الله في المحاضرات القادمة أو اللقاءات القادمة. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.